مرحبا يا جماعة، بنية الفصول الثلاثة وقانون أرسطو موضوع حلقتنا لليوم، تابعونا. أهم قاعدة في كتابة السيناريو وقانون عمره 2500 سنة كتبه أرسطو. هذا القانون بعلمنا كيف نكتب مادة أدبية، طبعا كان يستخدموها للمسرح وللأدب لحد اللحظة مطبقة في كتابة السيناريوهات السينمائية. أرسطو بحكي لنا يا شباب أنه نحن لازم يكون عنا بالسيناريو ثلاث فصول، فصل أول، فصل ثاني، وفصل ثالث. الفصل الأول خلونا نسميه الدخول إلى القصة والتعريف بالشخصيات، وهذا الفصل لازم يتألف من نقطتين أساسيات. النقطة الأولى بسموها حدث المنطلق، وهذا الحدث يطلق القصة ويشرح لنا الأحداث ويمهد لنا للأحداث المستقبلية، بينما النقطة الثانية عندي إياها اسمها وجهة الحبكة الأولى. هون بتكون الشخصية ماشي باتجاه وتتغير باتجاه ثاني، وقبل ما ينتهي الفصل الأول بتقودنا إلى الفصل الثاني. وهلأ عنا بعدين الفصل الثاني، وهذا الفصل بدنا نحكي قصة وفكرتنا ورسالتنا، وهذا بتألف من نقطتين. النقطة الثالثة والأولى بهذا الفصل حدث المنتصف، وهي النقطة غالباً بتصير في منتصف الفيلم، وظيفتها دفع القصة وتوريط البطل أكثر بالصراع دون تغيير اتجاه الأحداث، وبنعمل قفزة نوعية بالقصة، يعني لازم قصتنا تتميز بهي النقطة. بينما النقطة الثانية بهذا الفصل والرابعة بالسيناريو وجهة الحبكة الثانية، وهي طبعاً بتصير قبل ما ينتهي الفصل الثاني وبتغير وجهة الأحداث وبتتجه نوعاً ما إلى الحل. أما الفصل الأخير بتألف من نقطة وحيدة وهي نقطة العقدة، أو نقطة بسموها كتاب السيناريو نقطة وحدة الحدث الذي يسبق النهاية، لكن خلينا نسميها العقدة. وغالبا بهي النقطة منحس انه البطل على وشك انه يهزم، لكن نكتشف احداث ثانية ممكن ما يهزم، وبتجه الفيلم للحل وناخذ الفكرة الاخيرة من الفيلم. وقبل هاي النقطة لازم يكون عندي حدث متصاعد حتى اصل لهي النقطة وتكون هي ذروة الاحداث واعلى نقطة بالفيلم. وهون صار عندي ثلاث فصول بخمس نقاط، الفصل الاول الفصل الاخير هن بالحجم قد بعض، بينما فصل المنتصف لازم يكون اطول ويعادل تقريبا هالفصلين. وايضا امتى بقرر انا اكتب فيلمي وفق هي النظرية؟ وفقا من الملخص الاول، وبداية من هذا الملخص. مثل ما حكينا وتحكينا عن الملخص الاول انه بنحاول نحكي عن خمس احداث، وخمس احداث وخمس نقاط هن هدول هن وفقا لقانون ارسطو. هيك بيسهل علينا الفيلم أكثر، تسهل علينا العملية لحتى اشرح فيلمي بشكل أوضح وقدر أصل لمرحلة كتابة السيناريو. وهون تكون خلصت حلقتنا لليوم. الحلقة القادمة رح تكون عن كتابة السيناريو بالشكل الفرنسي أو بالشكل الأمريكي والفرق بيناتهم، وهي آخر مرحلة من كتابة السيناريو. انطرونا ودعونا، سلامات.